علاقة وثيقة ومتبادلة بتجمع الإنسان مع البيئة المحيطة فيه. مبادرات أحياناً صغيرة بيحاول أصحابها من خلالها إيجاد حلول لمشاكل بيئية منعاني منها يومياً. أفكار بيئية لتخفيف استهلاك الطاقة مع تلاميذ التنمية المستدامة بالهندسة المعمارية بجامعة الروح القدس كسليك وأستاذهم ليش صهيون. نتعرف على 8 من أصل 10 مشاريع، البعض منا وصل للمرحلة الأخيرة بالتصفيات لجائزة جرين مايند السنوية يلي بتهدف لتشجيع المؤسسات والأفراد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة. Au fait, moi je suis dans la faculté de Beaux-Arts et j'enseigne les étudiants en architecture comment intégrer le développement durable dans leur conception architecturale. Car au fait, la construction, elle est responsable de 40% des émissions de CO2 partout au monde. Donc c'est très important aussi d'avoir une certaine influence sur les architectes. Le développement durable, c'est créer l'équilibre entre économie, sociale et environnementale. Donc n'importe quelle problématique qui existe dans n'importe quel domaine, on pourra la traiter, il faut la traiter en pensant à ces trois éléments majeurs ensemble. Pour que les étudiants comprennent ce que ça veut dire le développement durable, il a fallu qu'on bosse de la problématique au design, au côté scientifique de tout ce qui est recherche et comparaison des matériaux, jusqu'à arriver à l'exécution. Car durant l'exécution même, il y a le développement durable. أنا مشكلة نحن بنعاني منها كتلاميذ اللي هي إنه كل التلاميذ بيعانوا منها البروجيكت أو جروب، نحن بما إنه مجبورين على طول نتلاقى ضمن مجموعة ونشتغل ضمن مجموعة تنتفادى نروح نقعد بقهاوي وندفع مصاري ويتكلفوا التلاميذ، قررنا نعمل مثل أوضة، أوضة بتتبع كل شروط التنمية المستدامة. الفكرة كانت إنه نعمل أوضة بتنضب وبتنطوى بتصير متر مكعب، فينا ناخدها معنا ونحطها معنا بأمكنة عامة مثل مدارس أو جامعات أو ساحات. إحنا استعملنا الأنانة فتحات اللي هن بيخلوا يفوتوا ضوء ونور، وأكيد بيمنعوا المي والهواء إنه يفوتوا على الأوضة اللي قاعد أكثر يرتاح. هاي من ناحية، من تاني ناحية لتقدر تنقليها من محل لمحل أخف وزن، أكيد أنين الماء أخف بكتير من الخشب. On s'est basé sur une certaine philosophie qui est la triple R philosophie qui se base sur recycle, reuse et reduce. Donc chaque matériau qu'on a utilisé, on a essayé d'adopter cette conception là-dessous. كتلاميذ البوزار كنا كتير نحب دايما نكمل شغلنا برات الجامعة بكافيه تروتوار قريب، منشان هيك لقينا مشكلة الكهرباء. مستعملين الطاقة الشمسية 200 واط تتساعدنا نضوي نور لبالليل ونشرج عليه. هون حاطين كل شيء قصص بطاريات والكنترولر للطاقة الشمسية مثل ما هون عم نشوف، وهيدا الشيء عم نستفيد منه مثل مقعد، وهون على الطرف زايدين هول البرادة تتحمينا من الشمس بالصيفية وبالشتوية، مثل ما بنشوف هون فينا نسكرها بوقت نحن مش بحاجة للشمس. نحن هلا تلاميذ هندسه حنتخرج قريبا، وقد ما فينا حنجرب ندخل هيدي المنهجيه اللي اخذناها بهيدا الكور معليش بمشاريعنا المستقبليه، يعني نجرب نستفيد من الموارد الطبيعيه اكثر مثل الشمس والهواء. هالصف اثر اكثر علينا حياتنا اليوميه، صرنا نفكر بغير طريقه. سيدير لا ماجوريتي دو سي بروجي اون ليزا كونتينيو ابري كو لو سيمستر اي تيرميني اي سا مونتر كومبيان ايز ايتي موتيفي بور كونتينيو لي بروجي. Ça me donne personnellement la motivation de continuer et d'aller encore plus loin avec les nouveaux projets qu'on va exécuter, car on est en train de transmettre de très grands messages, que ce soit à l'USEC maintenant, car on est à l'université, là où il y a 8000 étudiants qui sont en train de regarder les différents projets, ou après quand on va mettre ces projets dans les espaces publics, où les gens qui passent partout, ils vont être, j'espère bien, intéressés, ils vont comprendre c'est quoi le message derrière tout ça. Sunshine, she's here, you can take a break.
الرغبة بأسلوب حياة أخضر بتدفع لمبادرات رائدة، أزياء مصممة للتسوق بطريقة مراعية للبيئة ببيروت إكسبرس، وهو كونسبت ستور افتتح بمنطقة الأشرفية. من أحدث التصاميم المتصلة بالبيئة لأخرى، معاد تدويرة متجر وفكرة جديدة ومميزة نتعرف عليهم سوا مع صاحبهم زياد داخر. قررنا نكتب بيروت BAYROUT، شخص لما يقريها كأنه عم يقريها بالعربي. اليوم الزبون أول شيء بده شيء جديد، يعني زهق من الكليشي، المحلات الأسامي اللي هي زيتها. فكرة جديدة وقصص غريبة متطورة سريعة كتير بالموضة، بتلحق السوق الأوروبية والبعيدة شوي عنا، نحن متأثر منها. سو لما نقول إيكو فريندلي، أوقات في ناس بفكروا أنه لا، إيكو فريندلي يعني منه موضة. بيروت إكسبرس عنده إيكو فريندلي مع الموضة، هذا الشيء اللي بميزه وهو جديد على المنطقة. إيكو فريندلي يعني الأغراض هن بيتبعوا بيحترموا الطبيعة، من ريسايكل اللي هو إعادة تدوير، من ريوز يعني إعادة استعمال الغرض نفسه، ومن السستينابيليتي والكوزز اللي هن البرودوي اللي بيكون سستينابل يعني بيقدر يرجع يتصنع أو بيكون منتج من الطبيعة نفسها، وكوزز يعني أغراض بيكونوا عم بينباعوا لسبب ما كرمال مساعدة الطبيعة أو مساعدة أشخاص معينة أو مؤسسات أو NGOs. رح نفرجيكم اكزامبل، مثل على برودكت مصنع من الفواكه والريسايكلد ماتيريال. هيدا شوز مصنع بايطاليا، اذا بتشموا ريحته بتشموا ريحه الفريز، فيه 5% فواكه و95% مواد اعاده تدوير. هيدا شوز بينغسل بالغساله ضد الحساسيه، ما بيعمل حرارة بالإجر للولاد، وبس خلص من استعماله بنقدر نحطه نطمه بالرمل، وبظرف 6 شهور بيصير مواد عضوية بتتحلل بالطبيعة. لما شخص يكون عم بيأكل أي شيء من عنا مالح أو حلو، عم بحس إنه الكونسبت ذاته كان بالمحل بالتيب او بالاكل بعده مربوط بنفس الفكره. فينا نشوف مثلا ميني سلاد معمول، الباكجينج تبعوله معمول من قصب السكر، ولما نكبها كمان ترجع بتدوب بالطبيعه، ما بتاذي مثل البلاستيك او اي منتوج تاني. نطلب على طول الخبز الاسمر، الخضره تكون عضويه. الديزرت اللي هو كل العالم بتحبه، السوفلي او شوكولا اللي هو غرام كل الناس، اكيد مخففين شوي السكر فيه بالكونسبت ذاته، بس حطيناه بفخاره. اليوم هيدي الفخاره عم نعطي معها حبوب الحبق، يعني الشخص عم بياكل الديزرت عنا او بالبيت عم نعطيه الفخاره معها، عم نعطيه حبوب الحبق، بيرجع بالبيت بحط الحبق والرمل وبيطلع عنده حبق بالبيت. يعني اليوم مش بس عم ناكل طبيعي، كمان عم ناخد معنا شيء على البيت ونكفي خبريتنا معه.